إن الحمد لله نحمده ونصلي على من لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته روى نملنغو كمن النهر ما شوش رنغلو كتاب التوحيد نملنغو نورنغونا بابابو من الشرك أن نملنغو نسان زمباف لو أنه يتنغو ذا شو شركنا أن يستغيث بغير الله دمرو تهم ديركيو ham tumbas di Allah subhanahu wa ta'ala aw yadwa ghayrahu aw mtanda miyam pangina mas di Allah subhanahu wa ta'ala wa qawli Allah ta'ala na rongoza Allah subhanahu wa ta'ala rongoa wala tadun min duni Allah wala usimie tipati ya Allah subhanahu wa ta'ala ma la yanfauka shundu kumanka shundu hunufaisha wala yadhuruka wala kashundu hudhuru fa in faalta neko fanga tongoyo fa inna kababu wawi idhan la min adh-dhalimin wa bur indi hakam wa wa harna wa madhalim inus ndara kisba usmiya shundumba bwe au usmiya jini au usmiya sera au usmiya mtume au usmiya malaika shundiko mbani ka shindu nufansha wala ka shindu hudhur na ko fanga tongoyo wa bur indi hakam wa harna wa madhalim wa qawli llahi ta'ala na rongoza Allah subhanahu wa ta'ala rongoa wa butaghu inda llahi ar-rizqa نمتهي مرزق دمبلز الله سبحانه وتعالى وعبدوه معبد الله سبحانه وتعالى دهويتو واشكروا له ممشكور دهويتو واشكروا له ممشكور دهويتو الله سبحانه وتعالى إليه ترجعون نعي الله سبحانه وتعالى دمتور الدياو دمتور الجزواء وندم بيا وصفه عنده الله سبحانه وتعالى وقوله تعالى نرنغوص الله سبحانه وتعالى رنغوا ومن أضل نديندا بوتيا زيد ممن يدعو نمريكوماند أمياو أو دي أمياو نمريكوماند أمياو من دون الله شندوكوماند دي الله سبحانه وتعالى من لا يستجيب له شندوكوماند كاشتو مجيب إلى يوم القيامة تايسوكي كيميتو هيماو يعني إلي سيرا لي كوماند أليمياو أو إلي بيلي أو زياريلي إلي كيستا كيسنا تاسكو مزيم جيبو وهم عن دعائهم غافلون نزمتوزو كما دي زاو زميواو يعني نزمتوزو ولاوان نزدوا زاو وانتولي كما دي وزميواو يعني غافلون وانو هافين لاتاو تاكواسزي جو وان تاكواسزي جو وانغا بغالي وانتوا مياو مانا نزلي ستاتوبة تاكا سكيا كسونا كسلاقوا وقوله تعالى ورنغوز الله سبحانه وتعالى رنغوا أما يجيب المضطر يعني متكومبا au wana mtukomande ajubu wa mtukomande asongeha almutara wa mtukomande asongeha yani mtukomande au haruma vani kumani yani kasi nata mtukomande wa humsove yani kasi di Allah subhanahu wa ta'ala jifakwa ni mkemba ya kafiri au islam ama yujibu almutara ama ni mtukomande ajubu wa mtukomande asongeha au vende mtukomande ajubu wa mtukomande asongeha idha daao satuko ami wayakshifu suu amtukomande atuwa izimbovu yani atuwa udiro wayajalukum khulafa al-arudhi amjali ya nbanyi diya mazama na yaifanishans yani ayakamu ya dikulatu halo ikumbaya uharuma isuratu namli umunuma ikur'anoha beyo wae mwasa maitafsiru sabi utuparu safi indandani ya umunuma ayayo yani indandani ayayo yani mtukomande asungi haali yubahani kumani kasna tamru ne kas de Allah subhanahu wa ta'ala nem de commande a jibu mtu commande a songe ham de commande ali na bezwe mtu commande a songwa wakati commande amia Allah subhanahu wa ta'ala yani Allah subhanahu wa ta'ala anwe jibu mtu commande ali war mo songe fu taja fa kanu kema kafir wa yakshifu su Allah da to zero ato o peu da to enu zero kama lewa hanum mabale vo zero bal ويجعلكم خلفاء الأرض أم جننما خلفاء هرم الأرض ما ضمنا رواه الطبراني بسنده أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حديث كما لي هرم رواه الطبراني كان بهرم زمن زمتم صلى الله عليه وسلم وكايا منافق وكايا منافق يؤذي المؤمنين منافقو أكوذي وانتم ما إسلام فقال بعضهم وكتو بعض يا رونغو بعض وانتم مصاب امتم صلى الله عليه وسلم رونغو
قوموا بنا نمهمة نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم رسهم ديركيو بلزم تم صلى الله عليه وسلم من هذا المنافقين المنافقون عندما تم تم أردريكو لما أنا منافقون أرتبشوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قد ولو أنا برم تم صلى الله عليه وسلم ولو أنا تم ويا قد تم صلى الله عليه وسلم رونغوا إنه حقيقة لا يستغاث بي وكفتها مدركيو هانغو أقول لكم أنا تونغو أتهم مدركيو بس أجزام مدركيو دي هانغو وإنما يستغاث بالله عز وجل ب ومدركيو ونو تاري الله سبحانه وتعالى تو بون كوتها مدركيو فيه مسائل هرمز أغزة بيرابابو نهاتي سيمتمي صلى الله عليه وسلم يكمن دي أفيرابابو ومسألة من جيباو الأولى سألة لهندا أن عطف الدعاء على الاستغاثة لو كما مفنغة سيوة الدعاء حرما هو سهم ديركيو وعطف العام نا مفنغة سيوة وجمل فبيا على الخاص ينتونغو يكماني يعني يسندلها حرما نغو يخاص يعني خاص يعني تنغو يوسوشيا أن عطف الدعاء يعني مفنغة سيوة الدعاء على الاستغاثة حرما من ديركيو من عطف العام يوم قتيو وجم ومجملف على الخاص هرما هرما مطو مشا أن هرما مشا هر هرما هرما مسو هرما موسوشيشيو الثانية تونجيا فيلي تفسير قوله دو يتفسير رنجوز والله سبحانه وتعالى رنجوا ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا أسمي بس بي الله سبحانه وتعالى شدو كمان كاشندو نفعشا ولا يضرك لك شنو ضر دي تفسير ايه الثالثة نونغ يا رارو ان هذا هو الشرك الاكبر لو كما نونغ يا بار ما شرك نبوف الرابعة نونغ يا ان ان اصلح الناس لو كما تمسله هو ولدم لو يفعله ارضاء لغيره صار من الظالمين اما جلي اقوفا نونغ يو هاو كان شرادي شنو شانغينا مسدي الله سبحانه وتعالى هو ازورين دي كم هرنا ما ظالم يعني دي متي صلى الله عليه وسلم دو كم متي صلى الله عليه وسلم اي فاين تون غيو نمي ازورين دي كم من باي افو هرنا ما ظالم انا متي صلى الله عليه وسلم دي امبلا بال الخامسة تون غيا تانو تفسير الايات بعد هذه تفسير الايه دونغا بعد الايه يلي يلي يعني دي ايه في دي بالي السادسة تونغو يرارو كون ذلك دو كما تونغو لا ينفعو في الدعاء يكن في شهر ما يدعى ما كونه كفرا وما جنو كما تونغو يو كافيري لأن تونغو يلي هرمي آية في الليل دي انفان لأن يرزب هرمي آية في تونغو يلي هرمي آية في الليل دي انفان فابتغو عند الله الرزق نمتع مرزق دين برزا الله سبحانه وتعالى وعبدوه ومعبدوه وشكروه له ومفكره إليه ترجعون نعيد وانو ترده مرزق يوتشار عند برزا الله سبحانه وتعالى نو شكريا نو شكري الله سبحانه وتعالى نحبدو نمعبد الله سبحانه وتعالى السادسة تونغيا ستا كون ذلك لا ينفع في الدنيا ما كونه كفرا لو كما تونغي كي سنو في الدنيا وما جرى كما تونغي هو كافر السابع تونغيا سبع تفسير الآية الثالثة دي تفسير آية إراري لغالي الثامنة تونغيا ناني أن طلب رزق لو كما أفتح مرزق لا ينبغي يكا بسا إلا من الله إلا لازم آياته لأ الله سبحانه وتعالى كما أن الجنة مردوكا بين في واجهنا لا تطلب يكي تشوى إلا منه إلا لأ الله سبحانه وتعالى يعني تجوى تحين فيه حرم جين با جين نبان فيه أو متمين نبان فيه أو بين نبان فيه بين فيه متى متم تسعانا لأ الله سبحانه وتعالى بأ الله نبان فيه أنجليان كم توش فيه أبو مرزق واجهنا مرزق يوم تيتسعى لأ الله بمتكان لأ تحرم جين التاسعة رمجها شندا تفسير الآيات الرابعة لتفسير آية ينّي
اللي هرمز أزلي بالي بيو تبارك وسنة زيبا إن شاء الله تعالى. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.